انت ليكي يعني بتنتقدي الناس اللي بيجيبوا العيش ويأكلوه للبط والوز وكده؟ انا نفسي الناس عندنا في الكره اللي جنبني والكره اللي كل المحافظات، كل محافظه مصر، انا نفسي الكلام ده يعني ينزح كده لحد يوم الدين. ايه بقى ايه ان الكلام؟ هم الناس بيروحوا يجيبوا العيش من الطابونه ويأكلوا مأخذ البهايم والفطه والفراخ. العيش ده بتاع بني ادم مش بتاع البهايم، المدعم. لان هو بيكلف الدوله صح، كهرباء وغاز وعمال. يعني عيش ينعجن ونغبز ويرتمي البهايم، دي مش اكل البهايم، دي انا بستحرمها. طب برافو عليك، امال البهايم بتاكل خضره المفروض، ياكلوا ضرده وياكلوا درسه وياكلوا خضره برسيم وياكلوا تبن، عندنا اكل يعني البهايم. يعني تكلفه العيش تقف عليهم اقل من تكلفه الحاجات دي، فبيجيبوهم الفرن ويدوه للناس ويدوه للبهايم والبقر والجاموس. لا هو مش بس انا ما اعرفش التكلفه عن حاجه، بس هو يعني العيش ده اكل بني ادم، قصدي نعمه يعني مش بني نعمه، مش اكل لمؤاخذه البهايم ولا الطيور. ويكلف الدوله. طب بس مش الطيور بتحطوا لها العيش في ميه وتاكله؟ لا ما احنا عارفين الشيشه وفي عاليه وفي ذره، في اكل تاني غير العيش؟ في ذره ما صح، طول عمرنا لما الحمامه تتذبح، البطه مش عارفه ايه، بنلاقي ذره في الذره بتاعتها. نلاقي الذره فيها والشيشه وكده. لا صح، لازم تاكل ذره. هم ما بياكلوش ذره وياكلوا كده، بينفخوها بالعيش. هم بقى بيروحوا يجيبوا العيش، بيستهونوا يجيبوا العيش، يقول لك العيش هو العيش يعني ساعات في طابون، في طابونه بقى العيش بتاعها يعني عيشها مش حلو. فهم بيقول لك هو العيش مش حلو، هو يعني بيروح بقى يجيبوه يستهونوا. انت بقى عايزه العاده دي تخلص؟ انا نفسي العاده دي تنقطع. نفسي عشان وايه تاني العادات الوحشه اللي انت عايزاها؟ اللي ما يرموا الزباله في البحر والترعه. ما يرموش الزباله في البحر والترعه، يحوشها لما الزباله تيجي ويوديها للزباله، ما يرماش البحر والترعه. اللي مثلا احنا عشان احنا بحمي في الفرن، بحطها وانا بحمي. بتحمي الفرن قصدك يعني؟ احنا بنخبز الفرن، بنولعها بنحميها يعني واحنا بنحمي عشان نخبز بالحاجات دي، بنحطها في الفرن مع الحمام. صح، اللي عنده فرن غاز ما بيحميش يشدوها للزباله، ما يرماش في الترعه والبحر. دي مش مكانها. برافو عليكي، برافو عليكي، دي مش مكانها خالص. طيب انا زعلانه زعلانه قوي 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 الحته دي بالذات. طيب والله شوفي، ربنا بقى جابك هنا عشان تقولي لكل الناس وعشان توصلي الوعي، وان شاء الله ان شاء الله يطلع قانون في الحتت دي يمنع الناس دي خالص انها يقفوا غفير كده على على على, على يقفوا غفير، يحرس الناس اللي بترمي. ايوه ياخدوهم ياخدوهم يغرموهم غرامه ولا يحبسوهم يعاقبوهم. عسل قوي، عسل قوي، يعاقبوهم. والله انت ست عسل، والله برافو عليك، والله العظيم انا حرام، والله العظيم انا بطني بتوجعه ومش على البحر، ترى بطني بتوجعه. طيب انت بقى عينك بتروح للجمال وبتشوف، يعني انت عارف زمان كانوا ايه افلام محمد عبد الوهاب وكده، كانوا يصوروا في الريف وبتاع، فكان المخرج ينزل يلمع الجزم بتاعت الفلاحين معرفش ايه عشان الصوره تطلع متظبطه وبتاع، وحد تاني يقول له لا هي حلاوه الصوره في عبالها تبقى بطبيعتها. انت بقى اي مدرسه تحب الصوره تبقى متنمقه وكده ولا بطبيعتها؟ لا اكيد طبعا بحبها بطبيعتها. مش بعمل سيت اب للصور خالص. انا بصور يعني الصوره كده زي ما انا بشوفها بالظبط، بدون يعني بتلقائيه كده زي ما انا بشوفها، مثلا زي صور والدتي، الاطفال بتلعب، ناس كبيره قاعدين قدام بيوتهم، مش عارف ايه حياه الناس، يعني حياه يوميه حواليا. طيب الناس الاول انتقدوك يا كريم وقالوا لك ايه اللي يخليك تصور اهلك وتصور مامتك وتصور عيلتك، انتقدوك الاول لما قالوا؟ ايوه الناس انتقدتني، ناس تقول لي انت لاسع. انا كنت بسمع كده الفاظ غريبه، بس انا طبعا كنت برد عليهم بتصويري. انا عمري ما بصيت تحتي ولا ورايا، انا ببص قدامي. انا ليه هدف عايز اوصل له. ايه الهدف؟ الهدف ان انا ابقى صاحب ارشيف توثيق الريف المصري القديم. الله. بعد 10 20 30 40 50 سنه هيبقى الاكونت بتاعي ده هو الارشيف بتاع تصوير الريف المصري القديم، ويبقى الشرف ليا والاهلي والجيراني والقرايب والاهل قريتي ان هم يكونوا جزء من الارشيف ده.